منحة غير قابلة للاسترداد اللي كنا علينا عليها بتوجيه من السلطات العليا للبلاد اللي كانت سابقا، وين خدات يعني مراحل تاعها العادية المقننة اللي تخضع يعني تخضع الطريقة تنظيمية مقننة. فكنا علمنا باللي 25 أفريل يبدأ صب هذه المنحة، ما عليك إلا نهار 25 أفريل إن شاء الله تكوني تحضري الأول صب تاع المنحة هذه للمستفيد منها خلال برنامج على مدة، لأنه فيها معالجة التعميم الفات. ما تنسيش باللي راهي 60,000 40,000 مستفيد من هذه 40,000 مستفيد من هذه المنحة، راح تكون وفق رزنامة معينة، ولكن بداية صب هذه المنحة راح يكون يوم 25 أفريل كما التزمنا به في مرحلة سابقة.